مقارنة بين اللاعب المصري محمد صلاح واللاعب السنغالي ساديو ماني. محمد صلاح محروس غالي، ساديو ماني تاريخ الميلاد 15 من يناير 1992، العمر 29 عام. تاريخ الميلاد 10 من أبريل 1992، العمر 29 عام. ولد في قرية نجريج، مدينة بسيون، مصر. ولد في سيديو، السنغال. الطول متر وخمسة وسبعون سنتيمتر. الطول متر وخمسة وسبعون سنتيمتر. يلعب في مركز الهجوم. يلعب في مركز الجناح المهاجم. كلاهما يلعب في نادي ليفربول. على المستوى الدولي والمنتخبات، أول مباراة دولية لصلاح كانت في 3 سبتمبر 2011 ضد منتخب سيراليون. أول مباراة دولية لساديو كانت في 25 مايو 2012 ضد منتخب المغرب. لعب صلاح 83 مباراة دولية. لعب مانيه 88 مباراة دولية. أحرز صلاح 47 هدف. أحرز مانيه 29 هدف. لعب صلاح 25 تمريرة حاسمة. لعب مانيه 20 تمريرة حاسمة. لم يحقق صلاح أي لقب مع منتخب مصر. حصل مانيه مع منتخب بلده على بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021. على المستوى المحلي والفرق والاحتراف، بدأ صلاح مسيرته الاحترافية في نادي المقاولون العرب، ولعب أول مباراة له في 3 مايو 2010 ضد نادي المنصورة. بدأ مانيه مسيرته الاحترافية مع نادي نيتس، ولعب أول مباراة له في 14 يناير 2012 ضد نادي باستيا الفرنسي. لعب صلاح 490 مباراة. لعب مانيه 416 مباراة. أحرز صلاح 230 هدف. أحرز مانيه 282 هدف. صنع صلاح 110 تمريرة حاسمة. صنع مانيه 91 تمريرة حاسمة. كلاهما حصل على 7 كؤوس. لعب صلاح 573 مباراة طوال مشواره. لعب مانيه 504 مباراة طوال مشواره. أحرز صلاح 277 هدف في مسيرته. أحرز مانيه 311 هدف في مسيرته. صنع صلاح 135 تمريرة حاسمة. صنع مانيه 111 تمريرة حاسمة. عدد الكؤوس والبطولات 7. عدد الكؤوس والبطولات 8. عدد الكروت الصفراء 21. عدد الكروت الصفراء 68. عدد الكروت الحمراء 1. عدد الكروت الحمراء 7. عدد الجوائز 73. عدد الجوائز 26. القيمة السوقية لصلاح 100 مليون يورو. القيمة السوقية لمانيه 80 مليون يورو. ثروة صلاح 90 مليون دولار. ثروة مانيه غير معلومة. اسم زوجة صلاح ماجي. مانيه غير متزوج. صلاح له أكثر من 15 مليون متابع على تويتر. مانيه ليس له حساب على تويتر. صلاح له أكثر من 49 مليون متابع على إنستغرام. مانيه له أكثر من 10 مليون متابع على إنستغرام. صلاح له أكثر من 15 مليون متابع على الفيسبوك. مانيه له أكثر من 16 مليون متابع على الفيسبوك.